قد طورت هذه الأفعى القرناء ميزات فريدة في نوعها لمساعدتها في أن تجوب الكثبان الرملية المترامية للشرق الأوسط. بتقليص وثني جسدها تنزلق على الأرض باستخدام تقنية معروفة باسم الالتفاف الجانبي. هذه التقنية تسمح للأفعى بالتحرك ببراعة على الرمل الناعم المتحرك، وتساعدها على التقليل من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك لإبقاء جسمها فوق الأرض. الأفاعي من ذوات الدم البارد وتحتاج إلى طاقة الشمس لتقوم بوظائفها الحيوية بشكل صحيح، لكن الحرارة اللاذعة للصحراء الكبرى يمكن أن تكون مهلكة. تحتاج الأفاعي أن تجد ملجأ من العوامل الجوية.